الأساس أو العناصر الأساسية جدا في هذه المنظومة هي التربية والتعليم بقسمه التعليم العالي والعادي، 2 الثقافة، 3 الإعلام، 4 الشباب والرياضة، 5 وزارة الأوقاف. لحسن الحظ نحن قد أقمنا وكتبنا مذكرات تعاون بين هذه الوزارة، التربية والتعليم، التعليم العالي، باقي بعد وزارة الشباب الأوقاف. نحن بدأنا في الاتفاق مع وزارة الأوقاف، ومن بنود الاتفاق المهمة لابد أن أعلن ذلك تجديد الخطاب الديني، لأن الخطاب الديني هو مكون أساسي من مكونات الوعي الثقافي، وأنت عندما تجدد الخطاب الديني فأنت تجدد مكونا أساسيا من مكونات الخطاب الثقافي العام. ولهذا اهتمامنا بأن تكون وزارة الأوقاف مسؤولة معنا داخل المنظومة الثقافية. بالتأكيد لن تفلح وزارة وحدها في مواجهة هذا التحدي الذي لم تواجهه مصر من قبل، وإنما لابد من تفاعل وتآزر كل الوزارات، ولن يكفي تآزر كل الوزارات معا، وإنما لابد من أن تتفاعل هي كمنظومة حكومية مع مؤسسات المجتمع المدني ومجموعات المجتمع المدني. بهذا يكون المجتمع كله دولة وشعبا في اتجاه التقدم، ويكون المجتمع كله مثقفين على أبنائه، على فلاحيه، على عماله، في حالة واحدة وفي موقف واحد. هذا الموقف هو مواجهة ثقافة التطرف والعمل على تأسيس ثقافة جديدة، هي كما قال الدكتور سعيد توفيق بحق، آسف الدكتور سعيد المصري، هي ثقافة الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة بكل ما يلزمها من تعميق ثقافة الحوار، حق الاختلاف، الإيمان بمبادئ ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، الحرية، العدالة الاجتماعية، لكن بمعنى يجعل العدالة الاجتماعية في مجالنا عدالة ثقافية.